social well-being، لازم يكون اجتماعيا well-being، لازم يكون mental نفسيا يعني normal يكون. ولهذا الهيلث مو أنه فقط أنه غياب absence of a disease يعني غياب الأمراض نعتبر هذا الشخص صحي، لا، لازم يكون social well-being and mentally نفسيا يكون well-being. هذا الـ WHO كلش مهم طلاب تحفظونه، تعريف الـ WHO للـ health state. أوكي، خلي أعمل شير حتى تكون واضحة عندكم. أي نعم. The new philosophy of the health. Health it is a fundamental human right. يعني إيش هو الصحة؟ هو حق ولكل من الحق من حقوق الإنسان. Health it is essence of the productive life. حتى تكون productive life لازم يكون الشخص صحي. Health it is an integral part of development. يعني جزء أساسي for development. Health it is central to the concept of the quality of the life. يعني طبعاً الصحة هي تحدد نوعية الـ quality of the life اللي هو يعيش الإنسان. Health involved individual, state and international responsibility. And health it is maintenance. It is a major social investment. يعني ممكن نعتبره حتى تعتبر major رئيسية أنه استثمار اجتماعي ويعتبر wild world social goal. اللي هو أشنو هذا الهيلث يعتبرونه wild worldwide social goal يعني هدف اجتماعي أساسي عالمي اللي هو أشنو الصحة. طبعا الهيلث it is a multi-dimensional يعني بينه عدة أبعاد الصحة بصورة عامة الـ dimension of the health وتصل تقريبا إلى 11 أو أكثر من الأبعاد الصحة. عندنا أول وحدة اللي هو physical dimension، عندنا المنتل دايمنشن اللي هو النفسي، ابعاد نفسيه، ابعاد فيزيائيه يعني عضويه، سوشيال دايمنشن ابعاد اجتماعيه، سبيرتشوال دايمنشن ابعاد روحيه، ايموشنال دايمنشن اللي هو ابعاد عاطفيه، عندنا بالنسبه الفوكيشنال دايمنشن اللي هو ابعاد مهنيه اضافه الى الاذرز اللي تشكلن تقريبا 11 واكثر، يعني بين عده ابعاد مفهوم الصحه، الرئيسيه هي السته اضافه الى الاذرز. نجي بالنسبة أول وحدة من الأبعاد اللي هو physical dimension. الphysical dimension أشن هي الأبعاد الأضوية والفيزيائية. It is a state of a physical health implies the notion of the perfect function of the body. يعني الأبعاد من تسمعوا شيء اسمه physically. Physically يعني أنه أش معنى physical؟ يعني absence of the disease. يعني أضويا هو المريض ما بينه شيء. فلما يكون الشخص أنه عضوياً ما بينه شيء وأمراض ما بينه، هذا معناته perfect functioning of the body. يعني إيش perfect functioning؟ يعني أنه الجسم فعلاً perfectly يعني أنه يشتغل صحيح، فهذا معناته perfect functioning of the body. المينتال dimension هاي مهمة طلاب، المينتال health اللي هي الصحة النفسية has defined as a state، هي حالة من البالانس من التوازن between individual and the surrounding worlds. يعني بين الشخص والسراوندينج وورلد اللي هو المحيط بينه، العالم اللي محيط بينه. فالمنتل هيلث خلوها بالهم اللي هو انه ابسنس اوف ذا ديزيز، فيزيكالي هو ما بينه شيء، بس نفسيا نفسيا يكون يعني عاني. ولهذا المنتل هيلث الصحه النفسيه هي تعتبر حاله توازن بين انديفيدوال اند سراوندينج وورلد. فلهذا it is a state of harmony يعني حالة من الانسجام between oneself and others يعني انسجام بينه وبين اللي مقابله. Coexistence between the reality يعني أنه إدراك of the self لنفسه and the other people and the environment. فالصحة النفسية هو أيمتى تنطبق الصحة النفسية ويكون هذا الشخص فعلا سليم نفسيا؟ لما يكون أكو انسجام بينه وبين الآخرين، إدراك بيني وبين الآخرين والإنفارمنت اللي هي البيئة اللي يعيش بها. فهذا المنتل دايمنشن اللي هي الأبعاد النفسية للصحة. زين، عندنا طلاب السوشيال دايمنشن. السوشيال دايمنشن اللي هو اجتماعياً social well-being implying harmony and integration within the individual يعني انسجام مع نفسه and between each individual with other member of the society. يعني أنه لازم حتى يكون الشخص social well-being يعني social اجتماعياً ما بينه شيء، طبعا
طبيعي، لازم يكون اكو انسجام بين نفسه وبين other individual مع الاشخاص الاخرين، with other member of the society، مع الاعضاء اللي موجود بالمجتمع مالته، and between individuals and the world in which they live. فلهذا لازم يكون يعني تقريبا طلاب socially ومنتلي تقريبا اكو تقارب، يعني نفسيا واجتماعيا اكو بالمفهوم اكو بيناتهم تقارب، انه لازم يكون اجتماعيا متقبل من نفسه ومن داخله، ومتقبل اجتماعيا مع الممبر اللي يعيش معها within the environment، من ضمن البيئه اللي يعيش بها. هذا ثالث بعد من ابعاد الصحه. زين، عندنا spiritual dimension اللي هو الابعاد الروحيه. It is referred to the part of individual which reaches out and strives for the meaning and the purpose of the life. اللي هو أهداف purpose، يعني الأهداف in the life include مثلا تضمن عن integrity. عندنا بالنسبة ل principle and ethics الأساسيات والأخلاق and the purpose of the life، يعني الهدف بالحياة. فلازم يعني كل شخص بالحياة يعيش عنده هدف يمشي عليه، ولهذا هاي الأهداف اللي يعيش عليها واللي يؤديها يعني تكون شاملة أو أخلاقيات، هاي كلها تمشي من ضمن الـ spiritual dimension الأبعاد الروحية للصحة. الإيموشنال اللي هي العاطفية، الأبعاد العاطفية مال الصحة. Emotional dimension related to the feeling while mental health can be seen as a knowing or cognition. خلوها ببالكم، شوفوا طلاب عندكم المينتالي دايمنشن والسوشيال دايمنشن والايموشنال تقريبا يعني متقاربين، بس اشنو الايموشنال؟ هو الفيلينج، هو الشعور، هو الاحساس الايموشنال دايمنشن، لكن المينتالي هيلث اللي هو النفسي انه نوينج مدى المعرفه، الكوجنيشن مدى التميز المعرفه، هذا اسمه مونومنتالي. لكن كفيلينج هو ايموشنال دايمنشن للهيلث للصحه. عندنا بالنسبة الفوكيشنال دايمنشن يسمونه المهني، يعني ما شيء يخص المهنية مال البيشنت، يعني الورك شغله عمله. It is a part of a human coexistence when work is fully adapted to the human goals. يعني إذا كان الشغل مالته عمله يمشي مع الهيومن جولز، مع أهداف الشخص، الكاباسيتي اند ليميتيشن المحددات والقدرة، often play a role in promoting both physical and mental health. يعني إذا الشخص يشتغل وعمله ماشي مع أهدافه، كمل كل أهدافه مثل الليميتيشن كاباسيتي محدداته، هذا من يصير أنه vocational dimension، من يكون الورك fully adapted مال الشخص، فهذا معناته promoting both physical and mental. يعني ممكن عزز الفيزيكال والمنتال هيلث، عزز الصحة النفسية وعزز فيزيكالي عضويا للشخص. إضافة إلى قلت لكم عليها الأذرز، عندنا الفيلوسوفيكال دايمنشن الفلسفية، الكلتشرالز دايمنشن السوشيو ايكونوميك الاجتماعية والاقتصادية، ايدوكيشنال اللي هو التعليم، النيوتريشنال التغذية الصحة التغذوية مال البيشنت، الكيوراتيف دايمنشن الرعاية، البريفنتيف اللي يسموها البريفنتيف ميجر الدايمنشن، كلها بيها أبعاد. يعني الهيلث مفهوم جدا واسع وبين أبعاد كثيرة، بس اللي ركزنا عليها هي هاي الأبعاد الأساسية، والباقي بيها أذرز تقريبا إلى 11 و12 أو أكثر. نجي الطلاب هون عندنا شيء اسمه البوزيتيف هيلث. البوزيتيف هيلث recently a broader concept of the health has been emerging. خلي بس أقول ما في مرحلة يطلق استمارة الحضور حتى تسجلوا الحضور طلاب. نعم دكتورة. زين. Recently, a broader concept of the health has been emerging of improving the quality of the life. يعني شوفوا طلاب، عندنا البوزيتيف هيلث، يعني الهدف من البوزيتيف هيلث انه اهم نقطه هي improving the quality of the health، يعني تحسين the quality of the health، نوعيه الحياه. Of which health it is an essential component. يعني مثل ما تعرفون الهيلث هو جزء أساسي من الحياة، يعني الصحة جدا مهمة. So positive health depend not only on the medical action، ما تعتمد فقط على الميديكال أكشن، but on the other economic
cultural, social factors operating in the community. ولهذا positive health ما بس أنه تعتمد على أنه أكو رعاية صحية، وإنما economically اقتصاديا culturally culturally يعني البيئة اللي يعيش بيها social factor العوامل الاجتماعية اللي موجودة بالمجتمع. زين. الhealth relative concept. Health it is a relative concept and health standards vary among cultures. شوفوا طلاب. الcultures is يعني الثقافة. الثقافة مع البيشن. الثقافة أنت مثل ما تعرفون. المرضى إذا إن شاء الله تدخلون بعد صار ثالث رابع تشوفوا أنه الcultures مع البيشن ثقافة المريض كلش تلعب دور مهم. أكو مثلا لاحظوا إذا بعدين إن شاء الله من تأخذوا مادة الأطفال والباطنية لاحظوا أنه مثلا يجيك مريض خاصة للقرى والأرياف يجيو مثلا طفل عنده طفل ابنهم يعني عنده إسهال أو إزواع تكرمون أول ما يخلون هاي السقوة اللي بغاسه والله إيش توقف الإسهال هذا كله بويزنج هذا تسمم فلهذا الكالتشر مال البيش ثقافة المريض مهمة بالهيلث social classes اللي راح تاخذوها بعدين التصنيف اكو عندنا هون عندنا التقسيم العالمي مال الاشخاص مال الناس يقسمون اكو 5 تقريبا و 6 social class يقسمون حسب الكلاس يعني مستوانه اكو مستوى 1 و2 و3 و4 و5 الفيرست 1 اللي اعلى social class هو الدكتورز واساتذه الجامعيين فهذه تختلف يعني هاي راح تختلف كثير تاثر على الصحه فتعتمد على الكالتشرز، سوشيال كلاسز، ايج جروبس، الايج جروبس مثلا خاصه مثلا هو ناخذ الماده النسائيه مثلا البنت اللي متزوج عمرها 14 او 13 سنه او 15 سنه تفرق عن اللي يمكن وصلت 25 26 سنه تعرف شلون تتعامل تعرف شلون تحكي معها تعرف شلون تاخذ تريتمنت كل هاي تاثر على الصحه. And health in any society should be different in the term of prevailing ecological conditions. اللي هي هاي الطلاب يعني ليهم انتهينا من إيش من تعريف الصحة والجوانب وأبعاده هاي بالنسبة للhealth definitions of the health. نجي على موضوع اسمه اللي هو أنا حاولت أختصر الكمية والله الطلاب حتى لا تصير تكون كثيرة عليكم. عندنا بالنسبة الecology of the life. اللي هو الأشبعة ecology of the life يعني البيئة المال الحياة measuring the populations عندنا measures راح ناخذها ما ناخذها بالتفصيل بس حاولوا تطلعون عليها تعرفوها مصطلحات تقيس لنا إيش population health صحة الناس زين قبل كل شيء نعرف أنه نقدر أشنو الإيكولوجي الإيكولوجي is defined as the science of the mutual relationship يعني العلاقة الاشتراكية between living organism and their environment اللي هي البيئة علم البيئة أنه إيش نعرفه هو the mutual relationship يعني العلاقة الاشتراكية التفاعلية بين the living organism الأشخاص اللي يعيشون and their environments البيئة اللي يعيشون بها هذا الإيكولوجي. The human ecosystem include in addition to the natural environment all dimensions of the man-made environment, physical, chemical, biological, psychological, in a short our cultures and its product. هذا الإيكوسيستم يضمن الانفايرمنت مال الشخص physically, chemically, biologically, psychologically. By constantly altering his environment or ecosystem by such activity يعني تغير البيئة مال الشخص إيش مقصد بأنه altering the environment مال ecosystem أنه الانفايرمنت الطلاب البيئة في تغير مثلا نتيجة نشاطات الإنسان الactivities مثل إيش عندنا الurbanization إيش الurbanization يعني تحضر الurbanization عندنا شيء اسمه urban ورورال الأربن نقصد بينه المدينة الرورة اللي هي القرى والأرياف بالوقت الأونة الأخيرة يعني زادت الأربنايزيشن يعني إيش الأربنايزيشن التحضر يعني قاموا العالم ينتقلون للمدينة يأخذون عادات المدينة يعني زادت التحضر فهاي إيش نوع هذا changing the environment مال المال the human being عندنا industrialization التصنيع كثرة المصانع
كثرة المعامل، هذه ايش عملت؟ altering the man environment، بيئة الإنسان. الديفورستريشن، ايش معنى الديفورستريشن؟ يعني ظاهرة التصحر، يعني تقطيع الأشجار، التصحر هاي في كثرة. land عندنا reclamation، استصلاح الأراضي. الكونستراكشن اوف irrigation canals and dam، يعني بناء القنوات والسدود والري والسدود، قنوات الري والسدود، هاي كلها اثرت على الايش؟ environment، وعملت ان altering his environment مال المان. فالمان has created for the himself a new health problem. فلهذا الانسان عمل لنفسه health problem. يعني انت برايكم مثلا اللي يعيش بالاربن صحته مثل اللي يعيش بالرورال بالقرى الارياف، تحوى انه جماعه القرى الارياف يكونون يعني more healthy اكثر نتيجه النقاوه مال الجو، ياخذون اكثر شيء الميلك، فتكون صحتهم احسن من اللي يعيش من الروم من الاربن. فلهذا هاي عملت ان urbanization، عملت ان health problem. industrialization تصنيع وكثره المعامل المصانع، عملت ان health problem. deforestation هسه راح تاخذوه بعدين تعمل لنا زي ما ظهرت الاحتباس الحراري وكثرة الصحراء، الريكليميشن لهذا الاستصلاح الأراضي، هاي كلها عملت أنه المان created for himself a new health problem. عندنا شيء اسمه الانديكيتورز، هاي مفهوم كلمة الانديكيتور كثير راح تجيكم بعدين من المراحل اللي راح تجيكم إن شاء الله، يسمونه مؤشرات الصحة، مؤشر الصحة. وين ما راح تروحون راح تشعروا شيء اسمه health indicators، مؤشر الصحة. as a compared to the health index it has been suggested in relation to the health trend اتجاه and generally considers amalgamations of the health indications اللي هو الدمج. فكل شيء ناخذه بينه مؤشر، يعني health indicator مؤشر الصحة، اي شيء راح تاخذونه بالحياة اكو بينه علينا مؤشرات. الكاركترستيك of indicators، الانديكيتورز عندنا كثيرة، بس لازم خصائص الانديكيتورز من تاخذ انت شيء وتعمله مؤشر للصحة لازم ايش يكون، هاي تحفظوها طلاب كلش مهمة، لازم تكون valid، يعني لازم تكون صالحة انه تكون كhealth indicator، reliable تكون موثوق بها، sensitive لازم تكون حساسة، specific تكون عملية، عندكم لازم تكون visible يعني مرينا and relevant. فهذا هاي مهمة، يعني characteristic of indicators بصورة عامة، أي indicator تاخذونه لازم ما يطبق علينا الindicators، يعني مفهوم الindicator إذا ما لازم يكون عنده هاي characteristic، هذا تكون صالحة، relevant، sensitive، specific، feasible and relevant. زين الانديكيتورز بقى هون الانديكيتورز اللي سبقوا ايش الانديكيتورز موجوده عندنا كثير انديكيتورز راح تاخذوا الى ما تخرجوا صف سادس ان شاء الله راح تمر عليكم انديكيتورز كثيره كثيره، بس اشنو كمفهوم بدايه حتى نفهم ايش هو الهيلث انديكيتور لحتى نطلق نقول على هذا المقياس انه فعلا انديكيتور امشي عليه لازم تطبق علينا هالخصائص اللي قلتوها بالعفو بالسلايد السابق. فمن حتى ناخذ تصلك من مفهوم اكثر حتى ناخذ الانديكيتورز امثله عليها، عندنا المورتاليتي انديكيتور. ايش المورتاليتي؟ المورتاليتي هو الديث، يعني هو الموت. فمناخذ على ديزيز مثلا او ناخذ مثلا عن مرض معين نقول هذا المورتاليتي مالته هالقد، فالمورتاليتي تعني لنا الديث. الموربيديتي خلوها ببالكم حتى فرقوا بين المورتاليتي والموربيديتي، المورتاليتي هو الديث ريت يعني نسبه الوفاه. الموربيديتي هو الديزيز، يعني شخص مثلا نقول هذا موربيد هذا بيه ديزيز، فالديزيز ريت نسبه المرض هذا يسمونه موربيديتي انديكيتورز. عندنا الديسابيليتي ريت اللي هو العجز، يعني مثلا شخص صار ام اي، شخص صار ام اي مثلا نقول نسبة العجز مثلا سي بي اي مثلا صار جلطة دماغية او هذا، فهون نسبة العجز اللي صار عنده. اتصلني مسجات بس خلي اقراها اكو شيء زين. اوكي فعندنا طلاب انتبهوا،
عندنا الموربيديتي انديكيتورز وعندنا المورتاليتي انديكيتورز. طلاب حتى تصلكم الفكره، المورتاليتي تعني الديث، الموربيديتي تعني الديزيز، وعندنا الديسابيلتي تعني نسبه العجز، وعندنا النيوتريشن ستيتس انديكيتورز ان شاء الله راح تاخذوها بالصف الثاني في ماده النيوتريشن هي ماده التغذيه، عندنا مؤشرات على التغذيه، عندنا اليوتيلايزيشن ريت نسبه الاستخدامات، عندنا الهيلث كير ديليفري انديكيتورز نسبه الرعايه الصحيه هم بها انديكيتورز نمشي عليها حتى نعرف هذا الهيلث كير ديليفري يعني يوسفل اور نوت. زين جماعه يمشي السلايد عجب. زين ايه اوكي طلاب. زين عندنا بالنسبه للانديكيتورز عندنا سوشيال اند منتل هيلث حتى بالصحه النفسيه عندنا انديكيتورز نمشي عليها، عندنا السوشيو ايكونوميك انديكيتورز المستوى الاجتماعي الاقتصادي مع المريض، الانفايرمنتال انديكيتورز اللي هو البيئيه، هيلث بوليسي انديكيتورز، عندنا انديكيتورز اوف ذا كواليتي اوف ذا لايف حتى الكواليتي اوف ذا لايف نوعيه الحياه اللي بيها انديكيتورز، فالانديكيتورز كثيره. انا اللي اريد اوصل الكميه اريد تعرفون ايش الانديكيتورز مؤشر الصحه وايش الكاركترستيك اوف ذا انديكيتورز. زين Various attempt has been made to reach one composite index from one a number of health. فعندنا أول نوع عندنا physical quality of the life يعني نوعية الحياة ال physical quality of the life index وعندنا ال human development index وعندنا other اللي هي gender related development index وعندنا gender empowerment measures وعندنا ال human poverty index راح ناخذها واحد 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 تعرفون إيش هي هاي التعداد. زين عندنا الفيزيكال كواليتي اوف ذا لايف اندكس، ايش معناته الفيزيكال كواليتي؟ الفيزيكال كواليتي اوف ذا لايف اندكس عندنا تتضمن عاده تقريبا طلاب بها 3 انديكيتورز اللي هي الانفنت مورتاليتي، ايش معناته الانفنت؟ الانفنت اشنو انفنت؟ انه الطفل من يولد الدنيا قبل السنه اذا توفى الطفل هذا يسمونه انفنت ديث. يعني الطفل ما يجي على الدنيا لي قبل ما يصير عمره سنه وصار يعني لا سمح الله صار ديث توفى هذا يسمونه infant mortality. هذا نوع من انواع الانديكيتر يعكس لك الفيزيكال كواليتي اوف ذا لايف. هاي اول نقطه. ثاني اللايف اكسبكتنسي ات ايج 1 يعني ايش النسبه التوقعيه للحياه، مثلا شخص صار عنده ديزيز كانسر لايك مثلا كانسر مرض السرطان بيها نسب وبها مقاييس نمشي عليها نعرف متوقع الحياه لدى هذا الشخص، فهذا هم مقياس من مقاييس الفيزيكال كواليتي اوف ذا لايف. عندنا الليترسي اللي هو ايش الليترسي؟ نسبه الجهل التعليم اللي يعكس لنا التعليم ايش قد عندنا الليترسي احنا، فهذا هم مقياس من مقاييس الفيزيكال كواليتي اوف ذا لايف. The performance of individual countries is placed on a scale. Scale يعني ايش يعني سكورات يمشون عليها طلاب وبيها سكورات من الصفر للمية كل واحد بيه النسب مثلا هذا يقيسونه يشوف ياخذوا منه هستري تطلع مثلا 50 او 60 فاكو من الصفر الى المية. The index is calculated by averaging of the three index of the three indicator يعني هاي الانديكيتورات الثلاثه اقيسها اطلع منها الاندكس اللي هو الايش؟ الفيزيكال كواليتي لايف اوف ذا اندكس فاخذها على شخص واقدمها على البوبوليشن واشوف ايش قد عندي انفرد مورتاليتي ايش قد عندي لايف اجمعها تطلع لي هاي الاندكس يسمونه الفيزيكال كواليتي اوف ذا لايف اندكس. زين عندنا الهيومن ديفلوبمنت اندكس هم بها مقاييس مثل ايش عندنا هم بها اللونجفيتي اللي هو اللايف اكسبكتنسي ات بيرث. اللونجفيتي يعني معناته ايش متوقع الحياه ات بيرث مثلا طفل تايرد وكانت بريجننسي المضر حامل وجاء الطفل تايرد هذا متوقع انه من السونار بين انه بالتسع اشهر مثلا طاع البيت بين بالسونار لو عند المقاييس يمشون عليه يعرفون انه هذا الطفل تايرد اور نوت. فهذا اذا جاء على الدنيا مثلا اتوقع انه اللايف اكسبكتنسي ات بيرث متوقع الحياه بالو يعني ايش قد احتمال يعيش بعد الولاده. النولج المعرفه adult literacy rate اللي هو نسبة الجهل عند الشخص and the mean years of the schooling أشقد كل 5 سنوات الدراسة
مثل اكو اللي مخلص خامس ابتدائي، اكو اللي خلص بس فقط الابتدائيه، اكو ما ياخذ شهاده الثالث متوسط، اكو ما ياخذ السادس اعدادي، اكو ما ياخذ هذا يسمون نسبه المعرفه لدى الشخص. عندنا الانكم، ايش قد يدخل علينا الدخل، الدخل والانكم الدخل. عندنا شيء اسمه الجروس دومستيك فاليو، هاي طلاب مختصر لجروس دومستيك فاليو. الجروس دومستيك فاليو هذا مفهوم شويه يعني معقد، هذا نسبه الايش؟ الجروس، ايش قد القوه الشرائيه، ايش قد الدفع مال الشخص اللي هو البيرتشيسنج، القوه الشرائيه اللي يحسبوها عاده بالدولارز، القوه الشرائيه البيرتشيسنج باور. فلهذا عندنا الهيومن ديفلوبمنت اندكس اذا حسبتها هم تطلع بي سكورات من الصفر الى الواحد تو ا كونتراست اندكس، اذا جمعت مثل السابقه الجماعه وتطلع لنا الايش الهيومن ديفلوبمنت اندكس فيكست مينيمم اند ماكسيمم فاليو فور ايتش اوف ذيس انديكيتورز. زين عندنا الاذر اندكس اللي هو ريليتد ديفلوبمنت اندكس، هذا تعكس لك ريفلكتنج تعكس الجندر انيكواليتي ان ذا هيومن ديفلوبمنت، يعني كجندر مثلا ميل اور فيميل. Gender empowerment measure reflecting gender's inequality in economic and political opportunities. يعني الفرص اللي بحياتهم العملية والpolitical and economic opportunity. يعني أشقد مثلا ميل يشتغلون، أشقد فيميل يشتغلون. مثلا تأخذ لك مركز هوني أشقد يشتغلون بها فيميل أو أشقد يشتغلون بها. فتعكس لك الجندر. الهيومن بوفرتي اللي هو نسبة الفقر البوفرتي it measures the deprivation حرمانه من ال basic dimension of the human development. يعني هون من نقول البوفرتي انه اشقد الشخص محروم deprivations من الايش من ال basic dimension اللي هي اساسيات متطلبات الحياة الهيومن ديفلوبمنت. لهون الطلاب انتهت المحاضرة ان شاء الله، اللي عنده سؤال تفضل يسأل. طلاب سجلوا حضور لا تنسون، سجلوا حضور. تمام دكتور أستاذ، هذا المايكات حسب ما تخلص الحضور بعث لي هو بي دي اف. زين اللي عنده السؤال طلاب يسأل. تمام دكتور هسه بس يخلصون تسجيل حضور بس. ان شاء الله طلاب اكو سؤال، اكو سؤال عن مادة إن شاء الله كل خميس أنا معاكم دكتورة هدى بالعشرة ونص، البيحة كان عندي ظرف طارئ ما بتخطو أخذتوكم، هذا أخذتوكم الجمعة إن شاء الله كل يوم خميس بالعشرة ونص موعدنا محاضرة من محاضرات أساسيات الطب. أوكي طلاب ماكو سؤال؟ شكرا دكتورة كانت محاضرة مفيدة ما كان أهلا. أوكي طلاب شكرا جزيلا. عفوا دكتورة.